صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 16 لسنة 2023 بتعيين مدراء في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني. جاء فيه المادة الأولى: يعين في هيئة التخطيط والتطوير العمراني كل من السيد عيسى عبد الرحمن راشد البوعينين مديرا لإدارة الدراسات والسياسات العمرانية، السيدة وفاء أحمد عبد الله سالم مديرا لإدارة التخطيط والتصميم الحضري، السيد أحمد غازي أحمد الكوهجي مديرا لإدارة تخطيط البنية التحتية والخدمات، السيد هشام محمد عبد الرحيم حسين مديرا لإدارة تنفيذ المخططات،